نور على نور. نور على نور، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور طارق البرهومي. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم. مستمعي إذاعة الحياة FM، مرحبا بكم في برنامجكم نور على نور. هذا البرنامج هو برنامج علمي بالأساس، ثقافي هدفه إيماني في الأخير. نستضيف لكم في كل حلقة من حلقات البرنامج عالما أو باحثا، مؤلفا لكتاب أو ناشر لمقال علمي يبسط فيه لنا في كل حلقة المعلومة العلمية، فتكتسب أيها المستمع الوفي ثقافة علمية نافعة لك في حياتك الاجتماعية الصحية النفسية، وخاصة منها الإيمانية، فتساعدك أنت المؤمن على فهم كلام الله واستيعابه، فيترسخ إيمانك القلبي الروحي بإيمان عقلي. وأنت كذلك أيها المستمع الحيران الباحث عن الحقيقة، تساعدك هذه المعلومات العلمية على الإجابة عن أسئلتك المحيرة، فتريح قلبك ونفسك وعقلك وتهديك إلى نور الله. مستمعي إذاعة الحياة FM، نستضيف لكم في هذه الحلقات الأولى من برنامجكم نور على نور الدكتور محمد فوز الدريسي، لنحاوره في كتابه الذي صدر أخيراً عن دار الليدرز، الشمس عملاق أحمر، التوافق بين العلم والكتب المقدسة، كتاب يجمع فيه المؤلف كل المعطيات والنظريات العلمية الحديثة حول بداية الكون ونهايته، وكذلك حول بداية ونهاية المجموعة الشمسية، وخاصة نجم الشمس وكوكب الأرض. ويقدم لنا فيه وحسب معطيات علم الفيزياء الكوني الحديث قراءته للكتب المقدسة بعهديها القديم والجديد، وخاصة القرآن الكريم. دكتور محمد فوز الدريسي، مرحبا بك على موجات إذاعة الحياة FM، مرحبا بك في مدينة القيروان. يتواصل برنامجنا مع ضيفنا الكريم وأستاذنا الدكتور محمد فوز الدريسي، مرحبا بك سي فوز الدريسي في القيروان مرة أخرى. مرحبا بمستمعي إذاعة حياة من القيروان. شكرا سي فوز الدريسي، تعبناك معنا. تعبكم راحة سي. والله تعبناك ولكن بصدق نحب زين تعبك. إن شاء الله تحصل الفائدة للمستمعين والناس. إن شاء الله. هذه الغاية إحنا. إن شاء الله. احنا وصلنا في الحلقات الاخرى وصلنا حتى للخلق، وحكينا عن الخلق في الكتب المقدسه، وحكينا زاد عن الخلق في القران، وفسرنا الخلق كونسيبسيون بعد لا ماتريزاسيون، معناها الايجاد المادي لهذا الخلق، وفهمنا التوسع والاكسلراسيون تاع التوسع، وفهمنا الطاقه السوداء والماده السوداء وتواجدها في القران، وكان بصدق كان حوارا وحديثا رائعا، وكل حاجة فيها بداية لها نهاية، والنهاية كما فهمنا في
الحلقات الفارطة أنه لافان لونيفير نهاية الكون ونهاية زادة المجموعة الشمسية تانا ونهاية الأرض والشمس، فسرناها في حلقات فايدة علميا كيفاش كانت، وحطينا فما فرضيات في نهاية الكون أنه فما ثلاثة تيوري ثلاثة سيناريوهات لنهاية الكون. ثم انطلقنا من هذا البعد العلمي، البرنامج نتاعنا قلنا هو برنامج علمي بالأساس يعطيك ثقافة علمية، هذه الثقافة العلمية تنتقل بها إلى أبحاث أخرى كما انتقل أستاذنا ودكتورنا العزيز سي محمد فوزي دريسي ونظر في الكتب المقدسة وفي القرآن حول نهاية الكون. هل من جديد في نهاية الكون علمي والكتب المقدسة، أو هل هناك تطابق بين ما موجود في العلم وفي الكتب المقدسة، أو ربما الكتب المقدسة ستسبق نوعا ما العلم في بعض الأشياء؟ سننطلق اليوم في حلقة اليوم مش نحكيه على نهاية الكون والمجرات والشمس والأرض في الكتب المقدسة، أي في الإنجيل والتوراة، ثم سننتقل ربما في حلقة أخرى إلى نهاية الكون في القرآن اللي هو يتطلب حلقة كاملة، لأن الحديث في نهاية الكون في القرآن هو كان كتابا بأصله، كتاب كامل في يوم من الأيام كتبته دي سوزي دريسي حول نهاية الكون في القرآن، وذلك يتطلب ربما وقت أطول. سي فوزي دريسي، كيف كان الكون ونهاية الكون، كيف كانت نهاية الكون في الكتب المقدسة؟ هو من الناحية العلمية كما بينا الحلقة السابقة أن الكون هو تقريبا طاقة، محتويات الكون هي طاقة، والطاقة آيلة إلى النقوص والنضوب، لأن النجوم تستوفي مخزونها من الهيدروجين ثم تموت، والكون يتوسع دونك يتحلل، إذا يبرد درجة الحرارة نتاعو قد تنقص، يجي وقت اللي تنضب الطاقة اللي موجودة في الكون والكون سينتهي، ما عادش يقعد الكون على هيئته الحالية. والعلم كما قلنا عطى ثلاثة سيناريوهات: التمزق العظيم والتجمد العظيم والانسحاق العظيم. الانسحاق العظيم، الانسحاق العظيم. بيج ريب، بيج فريز، ولا سماها بالفرنساوية لامور ترميك، البيج فريز هو التجمد العظيم أو لامور ترميك. والسيناريو الثالث هو البيج كرانش أو الانسحاق العظيم. عند البحث في الكتاب المقدس، وأنا بديت في الحقيقة في الكتاب هذا سبقت للإنجيل، الإنجيل البيبل على القرآن، وكان مقصود لأن أولا حبيت مبين أهمية النظر في الكتب المقدسة، وإحنا قلنا وبينا أن هو جانب من إيماننا ومن عقيدتنا، نحن نؤمن بهذه الكتب المقدسة عند نزولها، نؤمن بأصلها المقدس ونؤمن بأنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك بديت بهذا، لأنه ما صارش قبل دراسة متأنية ودراسة عميقة تناولت القرآن والإنجيل في نفس الوقت. إذن في الإنجيل كيف نقرأ النصوص المقدسة؟ بتمعن على ضوء معطيات العلم الحديثة، نفهم أن في عديد من الآيات توحي أو تتكلم صراحة أو بمعنى مجازي أن هذا الكون له نهاية، ونصوص المقدسة تتحدث عن النهاية العامة للكون، لا فان دو لونيفير دون سا جلوباليتي، كما تتحدث عن نهاية المجموعة الشمسية. وفي حديث النصوص المقدسة عن المجموعة الشمسية هنالك إطناب، وهنالك تفسير، وهنالك تفصيل، وهنالك تدقيق، سنتناول كل هذا إن شاء الله بالبحث. وفي الإنجيل فيه آيات تقدم للموضوع هذايا، في لوك 21 الآية 25 يقول: ستكون هنالك عند نهاية الكون بطبيعة علامات في الشمس وفي القمر وفي النجوم وفي الأرض، سيكون هنالك خوف عند الأمم من حركة البحار. كيف نتمعنوا في الآية هذه؟ سأحاول قراءتها حتى بالفرنسية. نعم، لوك 21 آية 25 25 il y aura des signes dans le soleil
dans la lune. Dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. الآية هذه فيها ملاحظات مهمة جدا. أولا يقول عند نهاية الكون مش يكون ثم آيات، ثم علامات في الشمس، بدأ بالشمس ثم القمر ثم النجوم ثم الأرض. الملاحظة الأولى وهي جميلة جدا هي كونه في نفس الآية النص المقدس يتحدث عن الشمس وعن النجوم. إذن الشمس هي نجم ماهوش داخل في حساب النجوم هذوكم، وهذا تنشوفوه في القرآن إن شاء الله، لأن القرآن وضح يتحدث على الشمس ويتحدث على النجوم. ولأن العلم الحديث كما شفنا سابقا يفرق بين تطور الشموس وتطور النجوم، وقلنا أن النجوم من حجم الشمس اللي هي نجوم صغيرة متوسطة، والنجوم العملاق ثم حاجتين اللي نهاية متاح تطوره اليوم يختلف تماما بين هذه وهذه. قلنا أن الشموس يعني نجوم متوسطة وصغيرة سوف تستوفي مخزونها من الهيدروجين بعد مدة طويلة، حياتها 10 مليار سنة تقريبا 10 مليار سنة، ثم تنتهي على شاكلة عملاق أحمر أو عمالقة حمر. لكن النجوم المقصود بها النجوم العملاقة، احتراق الأكسجين داخلها سريع جدا وحياتها قصيرة نوعا ما، لا تدوم إلا بضعة ملايين من السنين، ثم عند نهايتها تنفجر تلقي في الفضاء الكوني الفسيح كل المادة التي تكونت داخلها، ثم تتحول إلى ثقوب سود. إذن ثم فرق شاسع بين تطور الشمس وتطور النجوم. ونلاحظوا في الآية ذي هي تتحدث عن الشمس تتحدث عن النجوم. إذن النص المقدس وهذا معجز بحد ذاته، لأن شكون كان يعرف يخزر السماء في العصور القديمة ويقول لا هذيك الشمس وهذيك هذيك نجم إتوال ماسيف. هذا إعجاز الأول نلقاه في النص هذا. الآية الثانية الآية 26 اللي بعدها هي تقول de sorte que les hommes seront comme rendant l'âme de peur et à cause de l'attente des choses qui surviendront dans toute la terre car les vertus des cieux seront ébranlées. يعني هنا الآية ذي توصف الرعب والخوف والعذاب اللي ينتاب البشرية وقتها اللي موجودة غادي، اللي بدأت تحس أن علامات نهاية الكون بدأت تظهر. يعني في سورة الحج في القرآن يعني الآية الأولى تشمل هذا، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني تقريبا الآيتين يتشابهوا، لكن ديما نقول غاية من غايات دراسة الكتاب هذايا للإنجيل قبل القرآن هو لنبين أن النص المقدس في نطاق الآيات والإشارات العلمية في النصوص هذه في القرآن وفي الإنجيل توصلنا إلى نفس النتيجة إلى نفس الخاتمة، لكن بتعبير لغوي مختلف تماما. إذن نجم نقدر نقول ونأكد أنه لا يمكن الإدعاء أن القرآن مستقى من الإنجيل مستوحى من الإنجيل، لأنه هذا قاله بكر، لكن كله من مشكات واحد. أيوة فعلا. إذن إذا كان الكتاب المقدس والقرآن يوصلنا إلى يوصلون إلى خلاصة واحدة بتعبير مختلف، هما من منبع واحد وهم يعني أصلهم يتجاوز البشر، هم من عند الله سبحانه وتعالى. البشر لا يمكن أن يتحدث في نهاية الكون بهذه الدقة وهذا التفصيل. وكما قلنا في الكتب المقدسة القديمة، نحن في البرنامج تاعنا الكتب المقدسة من الإنجيل والتوراة والقرآن، هو كتاب مقدس قديم مقسمينها الكتب المقدسة نقصد الإنجيل والتوراة والقرآن هو ثالثهما. قلنا حتى لو وصل، ونحن متأكدين أن فما صار فما برشا تلاعب في الكتب المقدسة صار فيها تحريف، لكن
من الصعب كما قلنا من الصعب أنه ربما لمسهم القرآن الآيات العلمية ما كانت فيما برشا لكاش قعدت شوية فيها نوع من الوضوح. على أي حال في اجتهادنا لو استطعنا تبيان وتأكيد أن في الكتاب المقدس القديم إشارات علمية تتوافق مع العلم الحديث وتتوافق مع ما جاء في القرآن فأصلها مقدس، بعدين تدخل البشر في النصوص المقدسة بعد نزولها موضوع لا يهمنا، أهله أدرى به وهذا موضوع لا يهمنا. نزول تطور الشمس في الكتب المقدسة. نعم، الإنجيل تحدث بدقة وأعطى يعني معلومات مدهشة، والآية في جوال في إنجيل جوال الآية 31 le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel de ce jour grand et terrible. الشمس تتغير إلى en ténèbres et la lune ظلمات إلى ظلمات ظلمات التنابر والقمر يصبح أحمر اسمه أحمر أحمر دم أحمر دم. نعم هذا كلمة la lune سان أنسان هي اللي خلتنا نحطوا كلمة روج بالكبير في العنوان، لأن العلم الحديث قال الشمس تتحول عند نهاية مخزونها من الهيدروجين إلى عملاق أحمر، وكتابهم المقدس يقول القمر سيصبح أحمر دم، وأحمر دم لأن القمر هو يعكس ضوء الشمس، هو ليس مشع بنفسه وهو كوكب صغير صخري وهو يعكس ضوء الشمس. إذا أصبح القمر أحمر دم فهذا يعني أن ضوء الشمس أصبح أحمر والشمس أصبحت حمراء. لا لا لو سمحت نعم. دكتور يوسف هنا سيفوزي يقول في جوال 30 يقول السوليس تشانجرا اون تينيبر نعم ظلمات نعم اي لا لين انصار نعم يعني وفرق قال الشمس مش اللي نعم. ظلماء حسب ما فهمت نعم والقمر ستكون حمراء نعم وهذا خطا نعم. نعم مش خطا لا تو نعم. نشوفه بعدين نعم. لان تعبير بشر اعاده كتابه الايات صح. لانهم يعني صار لهم اخطاء ايوه خذوا في بعض الاحيان على الكواكب عبروا عليها بالنجوم للنجوم وهكذا دونك صار خلط شويه احنا اللي يهمنا هو كلمه القمر تصبح حمراء يصبح لونها أحمر وهي تعكس ضوء الشمس إذن الشمس ستصبح علاقا أحمر وهذا المفارقة العجيبة في كتابهم المقدس يقول لهم رأي الشمس مش تصبح حمراء عند نهايتها والعلم الحديث اللي هم عملوه يقول الشمس ستصبح علاقا أحمر والمقاربة لم تحصل بين هذين لذلك وضعنا على غلاف الكتاب سوليجيون تروج روج بالأحمر وهو كما قلنا المرة الأخرى عتاب لطيف على علماء الغرب لو يقتربوا إلى النصوص المقدسة بالعلوم اللي عندهم كانوا يسهلوا على البشرية كثير من الأشياء وكان ربما الإلحاد ونسبة الإلحاد المجهود الموجودة في العالم الغربي والانسلاخ على الدين حتى اللي موجود عندنا احنا في الشعوب العربية كان ربما يصير مسار ثاني لأن النور الناس والنور الشباب باش ما يمشوش في طريق ربما خاطئ. الآية الثانية هي من أكت 2 الآية 20 لو سوليس شانجرا تينابر كيف كيف إلى لون أنسان أفون لاريفي دي جور دي سينيور دو سو جور غران إي غلوريو. هذا يوم العظيم. نعم. في أبوكاليبس 6 الآيات من 12 ل 17 جو روغاردي كونت إيل أوفري لو سيزيام سو إيل يو أن غران ترومبلومون دو تير. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Wallahi bi qira'at hadhihi al-ayat wa ka'annani aqra'u ayat al-Qur'an lakin فيه عند تدخل البشر فيه أخطاء والخطأ الأول وشرنا له وأكدنا عليه في عديد المواضع في الكتاب هدايا هو كونه لم يذكروا كلمة بلانيت بالفرنسية لا توجد كلمة بلانيت
فتشت في الإنجيل لا توجد كلمة بلانات، وكلمة بلانات كواكب عبروا عليها بليزيتوال، وهذا خطأ كبير. هذاك علاش نقول وإحنا كطل يقول لك لسولي دو فانوار كما ساك دو كرا، ومن بعد يقول لك ليزيتوال تومبير سور لا تير، يعني خطأ فاضح، لأن هي الأرض كي تحط منها ملايين المرات في نجم دون زينيتوال ما تعبيهاش. يعني هذا خطأ كبير. وهذا تو نرجع للآية تذمة، لأنه يقول إيو أن غران ترومبلمون دو تير، في القرآن نقولوا إذا زلزلت الأرض زلزالها، لو سولي دو فانوار كوم أن ساك دو كران، لا لون أونتيير دو فان كوم دو سان، قمر أحمر، إي لي زيتوال دو سيال تومبير سور لا تير، وإحنا عندنا إذا الكواكب انتثرت. إذا التعبير على لي زيتوال هوني فيه إشكال في النص هذا. ثم يزيد لو سيال سو ريتيرا كوم أن ليفر كون رول. يوم نطوي السماء كطي سجلي للكتب. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. الجبال اقتلعت من أماكنها. تونا نوجدوا الشيء هذايا بتفصيل أدق وأصح ويؤدي المعنى أحسن في القرآن الكريم. بعدين فيه متيو 24 الآية 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. نفس المعنى لكن هو معنى مش صحيح بالطبيعة، لأنه هذا قلنا هو الخلط بين النجوم والكواكب. هنا خلطة لو سولي سوبسكورسيرا لا لون نو دونرا بلو سا لوميير، من الأول قالوا لا لون سان ولي سان روج سان، هنا يقول لا لون نو دونرا بلو سا لوميير، ويقول هو في التقديم أوسيتو أبري سي جور دو ديتريس، بعد هذه الأيام نتاع العذاب الأولى لا لون نو دونرا بلو سا لوميير. هذا باش يودينا موضوع مهم جدا ما تنساهش هذا. لا لون دونرا بلوس لوميير اش معناها؟ معناها تنجم تكون الشمس ما عادش عندها ضوء. صح. صحيح ولا؟ ونجم يكون معنى اخر. نجم تكون القمر عرفت مسار اخر. تو نجيو للقران، لانه في القران يقول تلتهم الشمس والقمر. نعم. ثم لي زيتوال تومبرون دو سيال. نجوم تسقط من السماء. وهو في القران يقول اذا الكواكب انتثرت. الكواكب هي التي ستسيح في الفضاء باش تخرج عن مداراتها وتمشي على روحها. النجوم قال هي النجوم ستنطفئ وستتحول الى ثقوب سود. هذا كلام العلم الحديث. اذا هنا لي زيتوال تومبرون دو سيال هو خطا في الترجمه، لان موريس بيكاي يقول لا احد يدري ماذا كانت النصوص الاوليه للانجيل والتوراة. اي نعم اي نعم. اذا لان كتبت بعدين ثم تدخل البشر فيها خلى أخطاء تتسرب إلى هذه، لكن المعاني الروح موجود، الروح موجودة، المعاني تشبه كثيرا تذكر كثيرا آيات القرآن، وهذا اللي يخلي القرآن يهيمن على الكتب هذه، لأنه القرآن محفوظ، القرآن صحيح من لحظة نزوله إلى الآن. مارك 13 فيرسي 24 الآية 24. Mais dans ces jours après cette détresse le soleil s'obscurcira la lune ne donnera plus sa lumière. نفس الآية تتكرر في إنجيل آخر. إزيكيال 32 آية 7-8. Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai leur étoile. Je couvrirai le soleil de nuages. موضوع مخالف. J'obscurcirai leurs étoiles. Les étoiles باش تنطفئ. لكن الشمس يقول باش نغلفوا بسحاب. بدخان. Je couvrirai le soleil. Et la lune ne donnera plus sa lumière. علاش لا لون نو دونرا بلوس لوميير؟ ما شمس غطاها بتوع ربما بتوع. ربما لكن في تفسير ثاني. جوبسكور سيري اكوز دو توا تو لي لومينير دي سيو. النجوم كل باش تنطفئ. اي جي ريبوندري لي تينابر سور تون بيي دي لو سينيور ليترنال. اذا التفصيل مهم تشوبه بعض الاشياء، بعض نقاط الاستفهام. هنا يمكن يكون في بعض أخطاء، مثلا في
إيزاي 30 فيرسي 26 26 الآية لا لوميير لا لون سرا كوم لا لوميير دو سولي لا لوميير دو سولي سرا 7 فوا بلو غراند سي اون ديكلاراسيون فرونش. احنا قلنا في القرآن وفي العلم الحديث قبل كانت تحب تقول يقولوا لا جيون تروج الضوء نتاعها باش يكون كانت تتذكر في لما درسنا الجانب النظري نتاع الموضوع قلنا لا جيون تروج الضوء نتاعها باش يكون 3000 مره قد ضوء التو. هذاك علاش قلنا البشر ما عادش بياخذوا السماء. في الايتين هذوما يقول لا لوميير لا لون سراكم لا لوميير دو سولي اي لا لوميير دو سولي سرا 7 فوا بلو غروند. متوافقه مع متوافقه على العلم في اول تطور الشمس الى عملاق احمر الضوء نتاعها باش يزيد وكذلك ضوء القمر. يعني تنجم تسطر السيناريو نتاع نهايه الكون مع بعض الصعوبات هنا نتيجه اكيد لبعض الاخطاء في ترجمه الالفاظ. وهنا نحكي على المعجم ونحكي على ها. اذا هذا تقريبا وصف وصف الشمس نهايه الشمس الشمس والنجوم والقمر في الانجيل. جو موضوع مهم أرق العلماء إلى اليوم في العلم الحديث يقول مصير الأرض مازال مجهول. نعم سؤال جميل إذا فهمنا الشمس والأرض كيفاش. نعم لأن شق من العلماء يقول الشمس باش تبتلع الأرض تلتهمها كما فعلت مع عطارد والزهرة. وشق من العلماء يقول لا الأرض ستصمد. خليناه هذا وقت عملنا البارتي تاع فعلا البارتي العلمية تاع فعلا فعلا نهاية الكون خلينا قلنا راه ثم حوار هوني ثم حوار هوني. إذا ماذا يقول النص المقدس القديم في بيير 3 الآية السابعة تانديس كو بار لا ميم بارول لي سيو إي لا تير دا بريزون سون غاردي إي ريزيرفي بور لو فو بور لو جور دو جيجمون إي لا روين دي زون إمبي. نعم يعني كنقولها بالعربية أنه تنديك لو ميم بارول بنفس الكلمة معناها بنفس كلمة الله معناها السماء والأرض تا بريزون أون غاردي ستبقى سيبقى يعني ستبقى سيبقى يعني وريزيرفي بور لو فو معناها مش حافظهم للنار جهنم ربما للحساب للحساب جور دو جوجما اي دو لا روين دي زوم. إذا السماوات هو في النص المقدس قال لي سيو ولا لو سيال سرا رولي كوم ان ليفر ستطوى السماوات لكن ستظل موجوده في الايه هذه ستتغير معالمها لكن ستظل موجوده وكوكب الارض سيظل موجودا والحساب باش يكون على كوكب الارض. كوكب الارض نعم نعم نعم. اذا في آية أخرى في يابكوك 3 الآية 11 لو سولي إلى لون سارت دون لور دومور على لوميير تي فلاش كي بارت على كلارتي دو تالونس كي بري. إش معناها لو سولي إلى لون سارت دون لور دومور مش مستبع يعني البشر الشمس مش مستبع على لوميير على لوميير دو تي فلاش على كلارتي دو تالونس كي بري يعني البشر باش يولي راه الشمس والقمر واقفين في السماء في موضع واحد. ما عادش الشمس باش تمشي من الشرق للغرب وفي الحقيقه مش هي تمشي في الحقيقه هي الارض هي التي تدور حول نفسها. اذا ايش يحب يقول؟ اذا الشمس استقرت غادي اولا الشمس باش تظل غادي باسكو يقول دون لور دومور باش يقعدوا غادي سيت اون دومور معناها باش يستقر غادي ان فا با ديسباريتر. هذه حاجه هنا استمراريه الشمس. ثانيا يقول باش تستقر الشمس في موضع واحد في السماء اذا الارض ما عادش باش تدور حول نفسها اذا كان نقروا الامور علميه باش تقعد واقف باش تقعد واقف في الارض. اذا الارض باش تقعد موجوده ما عادش باش تدور حول نفسها لان الجاذبيه نتاع الشمس باش تكون قويه لان قربت لها الشمس العملاق الاحمر باش يمنعها من الدوران حول نفسها. وهذا تنفصلوه كي نجوا بعدين في القران لان تاخذ مثلا اليوم القمر القمر يدور حول الأرض لكن لا يدور حول نفسه لأن جاذبية الأرض التي تمسك به تمنعه من الدوران حول نفسه جاذبية قوية. إذا نحن من القمرة القمر نشوفه ديما وجه يقابلنا وجه خفي ما نراوهوش. يوم القيامة الأرض ما عادش باش تدور حول نفسها من فرط هالجاذبية القوية نتاع العملاق الأحمر وباش تولي
الشمس فوق منها، لان قلنا الشمس باش تولي عملاق احمر باش تقترب من الارض، والارض ما عادش تدور حول نفسها. نقول في نهايه الكون، في نهايه الكون مش الشمس مش يمكن كما في العلم مش تبلع كل الاكوان الاخرى كل ما، مش تقعد هي والارض والقمر حسب الكتاب المقدس، مش حسب الكتاب المقدس. لكن باش نرجع للقمر شويه، لانه في الايه الاخرى ما حبيتش نجاوبك انا، لان قعدنا نستناو في في ايات القران يجيو. يقول لا لون نو دونرا بلوس لا لوميير، لا تشع، مي دون سي جور ابري سيت ديتريس لو سولي سوبسكورسيرا لا لون نو دونرا بلوس لا لوميير. واحد من التفاسير تقول انت لان الشمس ما عادش تعطي الضوء نتاعها، لكن واحد من التفاسير ايضا يقول ان ربما الشمس لما تحولت الى عملاق احمر والتهمت عطارد والزهره، ربما التهمت القمر، زال القمر، لم يعد هنالك قمر، اذا ما عادش تعطي في النور نتاعها. وهذا تنشوفوه بعدين، لان القران كما قلنا يفصل الامور بادق فهمت تعبير، ويفصل الموضوع تقريبا. هذه الارض بما بجملتها، ولكن نعم. لو ندخل في بعض الديتاي، مع بعض نعم توضيح ما فوق الارض، نعم ما سيكون مآل في الاخر، في الجبال، البحار، المحيطات، كيف ستكون نهاية الأشياء في الكتاب المقدس؟ هنا بطبيعة التفصيل موجود في الإنجيل، لكن في القرآن تفصيله دقيق ومهم جدا، وهذا في حد ذاته معجز، لأن العلم الحديث صعيب باش يدخل في الأشياء اللي بتصير وقتها، صعيب باش يوصل دليل. واحنا في الوصف اللي كيفاش نقولوا الجروسيير، الوصف العام، مازال ماهوش دقيق، فما بالك باش يتكهنوا بوصف الجبال بدقه، وصف البحار بدقه. يقول في الايات اللي قريناهم في ابوكاليب 6، لو سيال سو ريتيرا كوم ان ليفر كون رول اي توت لي مونتاني اي لي زيل فور رميي دو لور بلاس. طلعت الجبال. في ايزيكيال 38 الايه 20 يقول لي مونتاني سيرون رانفيرسي، لي بروا دي روشي سيكرولورون، اي توت لي مورايي تومبرون بار تير. اذا الجبال باش تعرف مصير كارثي. وفي الانجيل يقول ان الجبال ستقلع من اماكنها، رانفيرسي، ستتشقق وتتزلزل ثم تقلع من اماكنها. هذا الوصف تقريبا هو وصف موجز بالنسبة لوصف القرآن. تنشوف وصف القرآن اللي هو أدق وصف، أكبر وصف، عميق جدا. والبحار كتب مقدسة، البحار فيه وصف مهم، يقول في بيير 3:10 لو جور دي سينيور فياندرا كوم ان فولور، ان سو جور لي سيو باسران افيك فراكا، les éléments embrasés se dissoudront et la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Au fil Martin Bible il coule, or le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit, et en ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant de tempête, et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu. Donc, je connais. حرارة، درجة حرارة عالية جدا، par l'ardeur du feu et la terre et toutes les œuvres qui sont en elle brûleront entièrement. Et la terre et toutes les œuvres qui sont en elle brûleront entièrement. يعني إذا كان نقرأ العلم الحديث كيف قال الشمس عندما تتحول إلى عملاق أحمر تقترب من مدار الأرض، ودرجة حرارة باش تكون على سطح الأرض 1800 درجة مئوية، وسرعة الرياح الشمسية باش تكون 10000 كيلومتر في الساعة. قلنا أن العلم الحديث قال أن الماء المالح لما نرفع درجة حرارة نتاعو إلى 1600 درجة مئوية، كنت تتذكر هذا العالم الأمريكاني نتاع الكيمياء اللي قال ان في 1600 درجه مئويه الماء المالح ينشطر الى هيدروجين H2 واكسجين O،
وأن الهيدروجين هو غاز يشتعل صح، والأكسجين هو يسهل الاحترام عملية الاحتراق في 1800 درجة مئوية تاع حرارة العملاق الأحمر فوق الأرض، شنو باش يصير؟ إذا البحار سوف تشتعل. هذاك علاش قال لا تير اي توت لي زوفر كي سون سور ال فون بروليه انتيرمون. إذا البحار ربما ستشتعل، وتو نشوفوا هل القرآن يأكد المعطى هذا ولا لا، وإذا كان القرآن يأكد المعطى هذا، وإذا كان التفسير والتعبير القرآني يكون يعني دقيق، هذا يأكد نظرية هذه. أنت ننهي حوارنا اليوم حول نهاية الكون ونهاية الأرض والكواكب، حول دي بلانيت، دي بلانيت في الكتب المقدسة. نعم. نذكر فيما بعض الآيات حول هذا الموضوع. نعم. قبل أن وهذا فيه ملاحظة مهمة هي في الحقيقة. أيوة. هذا واحد. نقف عليها شوية. أيوة. دونك يقول في ماتيو 24 الآية 29 aussitôt après ces jours de détresse le soleil s'obscurcira la lune ne donnera plus sa lumière les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. في أبوكاليبس قريناها من الآيات دونك قلنا كيف les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier est secoué par un vent. Les étoiles في مارك 12 مارك 13 الآية 25 les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. من ناحية يقول في النص المقدس هذايا أن النجوم ستنطفئ، والعلم الحديث يقول أن les étoiles massives ستنطفئ، باش تمحي كلمة تنطفئ ثم تتحول إلى ثقوب سود. وهو في آية من الآيات يقول النجوم ستنطفئ، لكن هنا يقول les étoiles tomberont du ciel ولا tomber du ciel. وهذا احنا قلنا لأن مع الأسف في الإنجيل لا يذكر لفظ البلانات أي الكواكب، وفي التفسير في الترجمة ترجمت ربما لفظ الكواكب إلى كلمة les étoiles، وهنا صار اللخبطة هذه نتاع les étoiles tomberont ومتاع لأنه يدخل ارتباك في معاني الآيات يعني في الفهم. نعم، فهم حسب العلم المعاصر. نعم. إذن إذا كان نقبل هنا الترجمة نتاع كلمة ليزيتوال نحطه في مكانها كلمة البلانات الكواكب، يولي الموضوع معقول. لأن ربي في القرآن يقول وإذا الكواكب انتثرت. والخطأ صار لأنه العلماء المسلمين والمترجمين لما ترجموا القرآن للغة الفرنسية قالوا إذا الكواكب انتثرت كون لي زيتوال سو ديسبيرسون، ارتكبوا نفس الخطأ. نعم. وهذه المصيبة، كل ترجمات القرآن للفرنسية ارتكبت الخطأ هذايا وقالوا إذا الكواكب انتثرت قالوا كون لي زيتوال سو ديسبيرسون. هذاك علاش تو نجبوا عليهم بعد، احنا قلنا لازم قراءة تصحيحية في الميدان هذا، ولازم الترجمات تتغير، لازم إصلاح الخطأ، لأنه الناس اللي يقرأوا بالفرنسوي ما قرأش القرآن بالعربية باش يعمل لهم لخطة في الفهم. وربما يقول لك القرآن مش معقول هذا لأن الفهم الآيات مش دقيق. ذكر الترجمة خطرية تعطي بالمعاني في بعض الحين أكثر من الألفاظ، هذه مشكلة. نعم بقى. نعم نعم. حسيرو شكرا سي محمد فوزي دريسي على هذه الحلقة الرائعة اليوم اللي حكينا فيها على الكتب المقدسة، نهاية العالم في الكتب المقدسة، نهاية هيت الحين في كتب مقدسة الإنجيل والكتب القديمة. نعم. جت في نوعا ما في روحها متناسقة نوعا ما مع ما موجود في العلم، لو نعم. أعدنا قراءته بشكل مختلف كما قلت أنت، تغيير بعض الكلمات في الترجمة، نقص بعض التعبير، لكن احنا ليس لنا مقدرة بعد مثل هذه الأشياء. لكن في النهاية نجم نقول أنه الإنجيل والتوراة تحسهم معناها كي بعد الغدوة برجيك تشوفوا الحلقات نتاع القرآن الكريم، لقاو أنه فما القرآن كان معناها أكثر شمولا وأكثر وضوح. نعم. من الكتب المقدسة، وهذا بنشوفوه في الحلقة القادمة. قبل أن ننهي الحلقة عندك ملاحظة سي دريسي؟ أيوة. هو فما يعني حاجة ثانية لازم نقولوها، هي نهاية الكون العامة، لأن وصلنا لنهاية المجموعة الشمسية، الشمس والقمر والأرض والكواكب،
لكن تقعد نهاية الكون العامة. وفي المجمل في الكتاب المقدس هذا في الإنجيل السيناريو اللي يحطه هو كونه يقول لسيال سرارولي كما ليفر، يعني السماء ستطوى ويقول النجوم ستنطفئ، يعني النجوم هي النجوم العملاقة قلنا ستنطفئ، إذن السماء ستتغير معالمها، لكن يقول السماء ستظل والأرض ستظل موجودة والحساب كانت تحب تقول جورج دي جوج ما بش يصير على كوكب الأرض. إذن هذا الكون ستتغير معالمه وسيطوى نوعا ما، ثم باش تبقى الأرض ربما الشمس العملاق الأحمر ربما تمسكها قوى الله أعلم بها والتوازن الجديد هذايا، لكنها ستبقى وتدوم. وهذا سميت وأنا في الكتاب هذايا أمبيكرانش بارسيال، بارسكو العلماء واحد من الثلاثة نظريات يقول لبيكرانش الانسحاق العظيم، والأستاذ زغلول النجار ربي يذكره بالخير اللي هو افتح الموضوع هذا وأعطاه عنده باع فيه وهو أضاف إضافات كثيرة، لكن فما بعض الأشياء اللي عليها احتراز. هو تبنى أن الكون بيمشي في انسحاق كامل ثم يتخلق كون ثاني بانفجار جديد جديد، جي أرض جديدة وسماء جديدة. لكن فهمنا للنصوص المقدسة بالطريقة هذه يقول بيش يصير فيه انسحاق صحيح، بيش يصير أمبيكرانش، السماوات ستطوى، النجوم ستطمس، والشمس والأرض ستظلان قائمتان، والحساب بيش يكون على الأرض متاعنا. إذن ستم بيكرانش بارسيال مش كامل، لأن بعض الأشياء ستظل ستمسكها قوى أخرى. يعني ربي يقول في القرآن سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، السماوات طويت والأرض جميعا فيها قراءة، لأنه علاش يقول الأرض جميعا؟ لأن نعرف أن ربي قال خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، إذن الأراضين السبعة الأرض جميعا وتعبير عن الأراضين السبعة هي ممسوكة بقوى أخرى يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال والسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. لا يا الله، سنعود إلى هذا الحديث في الحلقة القادمة. نعم إن شاء الله. نعم نعم نهاية الكون في إذن نشدوا نشدوا معنى الانسحاق الجزئي هذا اكتشاف، ربما نجم يكون اكتشاف علمي لو يومنا هذا ما فماش في العلم الحديث حول هذا. لا. حول هذا هم ثلاثة نظريات تانية الكون العام مازال فماش حاجة شوية. نعم يعني هات نعمل امتيرو بوم بعد يصير ما نعرفش، هذا نجم يعتبر سبق علمي، وذاك علاش نحن باش نقولوا في اخر حلقات تاعنا انه في الكتب المقدسة واكثر منه في كتاب القرآن ربما هناك اشارات علمية للمستقبل، ويمكن نبداو نبحث من كتاب القرآن نصل الى العلم، لما لا. سيدي شكرا لك سي فوز الدريسي على هذه الحلقة الطيبة، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله، نتمنى لك سفرة طيبة. مستمعي إذاعة الحياة FM، هكذا اشرفت حلقتنا على الانتهاء. كان معكم في الاخراج التقني احمد مخلوفي، والإخراج الرقمي محمد سيف الدين بولعراس، وعلى المصدحي دكتور طارق البرهومي. فإلى لقاء قريب في الحلقة القادمة، دمتم على نور الله. نور على نور. نور على نور، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور طارق البرهومي. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.